روح ظبط سنانك الاول، هتلاقي وشك ملا، وساعتها نقيس صح نشتغل صح. لكن في ناس بتبقى ماشيه من غير سنان موجوده، سنتين ثلاثه رايحين من الشمال وسنتين ثلاثه رايحين من اليمين، وبيبتسم ابتسامه يا دوبك عشان ما يبينش اللي مفقود، ويقول لك لا لا اصل الزراعه بتطول ومش عارف ايه. تعالوا نفهم النهارده ليه السنان تاخد هذا الشكل الهام جدا في الشكل الجمالي لاي انسان. النهارده حوار مهم جدا جدا مع واحد من نجوم هذا المجال، الحقيقه بيسعدني جدا باسلوبه الراقي وبشرحه التفصيلي وبالنقط اللي انا ببقى فعلا قاعد مستمتع جدا بان انا اسمع منه كل التفاصيل العلميه والانسانيه وتفاصيل الكواليس بتاعه القصه. ليه ده بيتم حديث مختلف تماما تسمعوه النهارده مع واحد من نجوم عالم الاسنان، ضيف العزيز الاستاذ الدكتور كريم مدحت، استشاري تجميل وزراعه الاسنان، الاسم المتميز للغايه. اهلا بيك دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. التوأم الهام جدا جدا في عالم طب الاسنان للزراعه اكيد هو التجميل. اكيد مليون في المية. هو التجميل نجم الشباك، التجميل جزء البريق، جزء بقى بتاع الحوار اللي هو ايه، في ابتسامه، ده رقم واحد. رقم اتنين في طلبات من المريض، يعني يمكن في الزراعه ما فيش طلبات، يعني هو بيتكلم انا عايز ازرع بس. وانا بتاعك المريض يقول لك انا معاك في اي حاجه تمام. يجي بقى اول ما نتكلم في هوليود سمايل والتجميل يقول لك لا استنى بقى، اقعد بقى معايا كده ووريني بقى كده نفصص سنه وهنعمل ايه. لذلك اول سؤال عايز اساله لك في التجميل، ايه الطفره اللي حصلت في التجميل؟ ليه التجميل دلوقتي بقى نجم الشباك الاول فعلا؟ هو قصه التجميل زي ما قلت لحضرتك او في طب الاسنان عموما، ده حصل عندنا طفره تكنولوجيه كبيره جدا 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 باجهزه كتيره جدا جدا وسريعه. يعني في خلال ال 10 15 سنه اللي فاتوا دول دخل كام جهاز غيروا طب الاسنان بالمره. اتكلمنا عن الاشعه المقطعيه واهميتها، من ضمن الاجهزه الثانيه او السوفت ويرز الثانيه الدي اس دي، ده سوفت وير معين اللي هو التصميم الرقمي للابتسامه، اللي زي ما قلنا بناخد صور معينه وندخلها على السوفت وير دوت ونقدر نطلع بيها ديزاين معين. طب بعد ما عملنا الديزاين ده عندنا السيرك، الجهاز العبقري اللي هو كات كام بقى، والسيرك الكات كام والسيرك والحاجات دي. الديزاين اللي حضرتك عملته ده بالدي اس دي بتدي اوردر لمالينج ماشين، مخرطه كده معينه بتطلع لك الديزاين ده لواقع الاسنان بتقدر تستخدمها او تركبها في بق المريض على طول. تاني حاجه الليزر، الليزر ده جهاز جبار. الليزر ده بنستخدمه بنروح بس كتير. للليزر السيرك تمام، سؤالي قبل ما نروح للليزر تمام، لان الليزر انا بحبه لكن تمام. السيرك هنقف عنده، انا بحبه برضه تمام، لكن هو السيرك او الكات كام يسوق الليله يعني من خلاص بقى يبقى هو ده الدكتور؟ لا طبعا مفيش حاجه اسمها قدام الجهاز كده لا طبعا. طب هرجع لنقطه صغيره، قصه الهوليود سمايل. مشكلتنا مع الهوليود سمايل ان الناس واخده ان الهوليود سمايل دي علامه تجاريه او منتج بيتباع. الهوليود سمايل دي هو بكل بساطه ليه سميناها هوليود سمايل؟ الناس بتوع هوليود الفنانين والممثلين والكلام ده، دول دايما معرضين للكاميرات وللاضواء، فبالتالي لازم يبقى عندهم ضحكه مثاليه، سميناها هوليود سمايل عشان كده. الهوليود سمايل دي حاجه او الضحكه المثاليه اللي بنوصل لها باكتر من طريقه. اللي بيساعدنا في الاكتر من طريقه دول زي ما قلت لحضرتك التصميم الرقمي للابتسامه وجهاز السيرك. بيساعدونا ازاي؟ بكل بساطه الحاله بتيجي بنبدا نشخصها، نشوف الحاله ديت هل الهوليود سمايل دي هنوصل لها بتركيبات زي ما حضرتك شايف كده، هو ده جهاز السيرك او ده السوفت وير اللي بنتكلم عليه او ده الدي اس دي التصميم الرقمي. انك بعد ما بتصور الحاله نفسها او بتعمل التحضير للاسنان معينه بتبدا تصمم شكل السنه نفسها على التحضير اللي حضرتك عملته، ده بيخليك تشوف قبل ما تعمل السنه دي او قبل ما تنفذها على الواقع هيبقى شكلها عامل ازاي، وبالتالي بنوصل للنتائج اللي احنا شايفينها دي كلها. هوليود سمايل مش المريض هو اللي بيحددها، سواء مش بيجي يقول لك انا هعمل فينير، انا هعمل تركيبات، انا هعمل مش عارف ايه. هوليود سمايل دي هي حاله بنوصل لها، ممكن تبقى بتنظيف للاسنان لو الاسنان عندنا حالتها كويسه ومرصوصه ولونها كويس، ممكن الاسنان عندنا تبقى مرصوصه وشكلها حلو بس محتاجه شويه تبييض ودي حاجه مش مكلفه خالص وبتاخد وقت صغير خالص، ممكن تبقى الاسنان لونها كويسه بس مش مرصوصه اقول له لا انت محتاج تعمل تقويم كده على جنب، مش محتاجين ولا برد ولا محتاجين مقاسات ولا محتاجين اي حاجه من الكلام ده كله.
زي حاله زي ديت. احنا عندنا الاسنان بتاعتنا الحاله دي ناقصها كمان صوره، الحاله دي كان عندها دحكه لثويه، ان اللثه بتاعتها عندها حصل لها اوفر جروث، ان هي نمت زياده عن اللزوم ومغطيه تقريبا كانت نص الاسنان. اتعرضت الاول لجلسه ليزر، رسمنا لها اللثه بتاعتها عشان نوصل للمنظر ده. طبعا عندنا الاسنان اللي ورا هنا هوت في الجزء الشمال ده راجعه لورا، والاسنان اللي تحت هي اللي سابقه لقدام. طبعا دي مش العضه المظبوطه بتاعتنا خالص. بدانا ان احنا نشتغل على اللثه في الاول ونرسمها، وبعد ما وصلنا للرسمه ديت هل الحاله دي ينفع لها فينيرز؟ اكيد مش هينفع لها فينيرز، احنا عندنا سنه طالعه لقدام قوي وسنه راجعه لورا، هتعمل ايه قشره سمكها نص ملي في حاله زي كده؟ اضطرينا ان احنا نلجا لحل تاني اللي هو التركيبات والفينيرز او الكراونز اللي بيعملها السيريك، الجهاز اللي احنا بنتكلم عنه العجيب السحري ده. بناخد صوره زي كده وبندي تخيل من عندنا، او الجهاز بيدينا تخيل هي التحضيرات المفروض تبقى شكلها عامل ازاي، او المفروض ان احنا نبقى عاملين ازاي عشان نوصل لشكل عامل ايه في التحضيرات بتاعتنا بطريقه معينه. ودي زي عشان كده بقول لحضرتك السيرك عظيم وكل حاجه، بس لا يغني ابدا 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 عن كفاءه الدكتور او عن شطارته او عن خبرته. اللمسه البشريه اكيد مستحيل، لان انا بعتبر ان التطور التكنولوجي ده او الاجهزه دي كلها عامله زي عربيه السباق، عربية سريعة جدا وقوية جدا تقدر تجري بيها، بس لو ما سيطرتش عليها ومسكتها كويس هتكون النتيجة أكيد كارثية. دي نتيجة التجميل أو الهوليدي سمايل بتاعتها، روعة. تركيبات وعلاج لثة، مجموعة تخصصات اجتمعت مع بعض، وطبعا بفضل جهاز السيرك هو اللي عمل الأسنان دي بعد ما عملنا الديزاين بتاعها زي ما شفنا في الفيديو اللي قبل ده، وصلتنا للنتيجة دي. كنت هتتكلم على الليزر، ودخل الليزر في حوارنا وإحنا بنتكلم على التجميل، وانا شفت وانت بتبدايه كلامك على الليزر دوره في عالم التجميل، بدات اول ما نطعت الليزر ابتسمت كده ابتسامه واسعه. جهاز رهيب، جهاز رهيب جدا جدا الليزر. جدا حللنا مجموعه مشاكل في طب الاسنان، ابرزهم مثلا الدحكه اللثويه. الليزر هو جهاز بيشتغل على السوفت تيشو، على الانسجه الرخويه اللي موجوده جوه زي اللثه والكلام ده. بقدر استخدمه في ايه؟ في بعض حالات عندنا مثلا بتيجي الضحكة اللثوية، الضحكة اللثوية دي اللي هي لما حد بيضحك بيبان جزء من سنانه، الجزء ده ممكن يبقى صغير، ممكن يبقى متوسط، ممكن يبقى كبير. الليزر في حالة الضحكة اللثوية البسيطة أو المتوسطة بس كفيل بده. طب الاستعاضة عنها قبل كده أو الليزر ده بدلنا بيه إيه؟ أو بدلناه بإيه؟ بكل بساطة إحنا بدلنا جهاز الليزر ده بحاجة زمان، زي مثلا ما إحنا شايفين في الفيديو ده، دي عندنا اللثه بتاعتنا هي حاصل لها اوفر جروث، يعني هي بزياده شويه فمغطيه جزء من الاسنان. الجزء ده بكل بساطه احنا هنقدر بعد ما نقصه هنحافظ على العلاقه بتاعت اللثه والعظم اللي حكينا عليها اللي هي الاربعه وخمسه ملي اللي اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت. بالظبط اللي اتكلمنا عنها، فبنقدر ان احنا نعملها. حاله زي ديت دي ضحكه لثويه بس بنقول عليها متوسطه، ان هي لما الحاله بتضحك بيبان جزء من اللثه مع الاسنان. حاله زي دي اتعاملنا معاها ازاي زمان؟ كان حلها ايه؟ كان زمان حلها جراحه لثه، جراحه كبيره جدا، ان احنا بنقص اللثه دي بمشرط وحاجات من دي وخياطه، وبنفضل عليها ست شهور لحد ما الدنيا تظبط وتبقى تمام. دلوقتي احنا في جلسه واحده ببنج خفيف خالص، او في حالات من غير بنج اصلا خالص، بنشتغل حاله زي دي وبنقدر نرسم اللثه بتاعتنا، وكمان برضو داخل معانا السيرك، لانه بيقدر نعمل بي ديزاين. دي النتيجه بتاعتها بعد ما قصينا اللثه، ما عملناش اي تجميل ولا عملنا فينيرز ولا عملنا اي حاجه، هو بس الجزء التجميلي اللي كانت محتاجه او الشق التجميلي اللي كانت محتاجاه هنا كان ان احنا نرسم اللثه او نقص اللثه بالليزر. استعضنا عن العمليه دي بالليزر، جلسه مدتها نص ساعه وصلنا بيها للنتيجه دي. طب بعد في خلال ربع ساعه خلاص شرفت يا فندم. المتابعه بتاعتها ايه يا دكتور ايمن؟ ده شويه مضمضات وحاجات كده بسيطه، وبتيجي بعد اسبوع بتشوف منظر تاني خالص 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 خالص. يعني دي بالنسبه لها هي كده عملت تجميل الحاله دي، بس هي اكشولي هي عملت ايه؟ عملت جلسه قص ليزر بس. وصلنا بيها للنتيجه دي. الليزر جهاز عظيم في عالم جدا 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 جدا، يعني له ادوار كتير هنتكلم عليها في التعامل مع امراض اللثه. ده بداوا يطوروا كمان منه دلوقتي يا دكتور ايمن، انه ما بقاش يتعامل مع السوفت تيشو بس، مع الانسجه الرخويه بس، لا كمان ممكن تتعامل بيه مع الاسنان ومع العظم في حاجات معينه، بس طبعا اجهزه معينه متطوره من الليزر اللي بتقدر تتعامل في الكلام ده. وانت بتتكلم على حاله قلت لي دي مش هينفعها بنير، دي لازم لها كراون، لانه لسه الحاله اللي هي كان فيها نوع من عيوب العضة باينة جدا، واحدة متقدمة والتانية متأخرة في نص السنان. في ناس عندها فكرة ايه؟ ان انا هعمل فينير هتعيش معايا مدى الحياة بقى، وما ينفعش يحصل اي حاجة فيها. تمام. وفي ناس تانية بتروج لانه هتعمل فينير ده انت محتاجها، ده انت هتغيرها كتير،
انت لو دخلت في حاجات الفينير انت كل كام شهر كده لازم تروح تجيب فينيره جديده. أنا بصراحه ده كلام مش صح. وبص زي نفس فكره ايه الاثنين اصلا الاثنين مش صح. لا ان فكره ان انا هحتاج اغيرها كل شويه ده مش كلام صح في المية خالص. لسبب صغير، احنا زي ما اتفقنا ان اي حاجه بتتعمل مظبوط ابتداء من التشخيص، رحت للدكتور شخص لك ان انت حاله تنفع تتعمل فينير، ده من الاول عملنا اشعاعاتنا اتاكدنا من الحاله المرضيه بتاعه الحاله بتاعتنا، بدانا نعمل الاجراء بتاع الفينير بطريقه مظبوطه، استخدمنا فيه اجهزه الحديثه اللي اتكلمنا فيها، وطبعا بالاستعانه بدكتور متخصص في الحته دي. الفينيرز دلوقتي يمكن في دكاتره بتشتغلها بس فينيرز، يعني بس فينيرز بتشتغل الحته دي بس. ليه؟ لانها حته دقيقه جدا، لان يعني زي ما بقول لحضرتك احنا بنلعب في 5/10 من الملي، ولازم نطلع بيها للنتائج اللي حضرتك شفتها دي. بكل بساطه لو الحاجه اتعملت مظبوطه من اول التشخيص لحد التحضير بتاعنا لحد التصوير بجهاز السيرك لحد الديزاين المظبوط لحد ما احنا بنسلم الفينيرز ديت وتاكدنا ان العضه بتاعتها مظبوطه اكيد ما فيهاش مشاكل. حاله زي دي حاله فينيرز باي ذا واي، يعني دي حاله بالمناسبه هي كانت جايه لنا اصلا، هي عامله فينيرز اوريدي، السنان دي فينيرز اوريدي معموله. بس بكل بساطه احنا بنتكلم عن الفينيرز الحديثه اللي هي سمكتها 5/10 ملي. دي واحده هي راحت لدكتور انا عايزه اعمل فينيرز، عملهم لها ولكن بكل بساطه كان عندها مشكله بسيطه قوي 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 وصلتنا للنتيجه دي. بالنسبه ليها ما كانتش مرضيه، هي بالنسبه لنا مش مرضيه خالص. طب ليه مش مرضيه؟ الاسنان اللي هو عمل عليها العدسات البسيطه خالص اللي هي سمكتها 5/10 ملي دي اكيد بتشف لون الاسنان اللي تحتها. في الحاله دي اللون اللزق اللي بنستخدمه السمنت اللزق اللي بنلزق بيه الفينيرز او العدسات دي على الاسنان بيفرق معانا جدا. احنا عملنا هنا السماكه الصغيره جدا مع اسنان تحت نسبه التصبغ فيها عاليه قوي قوي قوي، فنتج عنه ايه؟ سنه فاتحه، سنه غامقه، سنه مسفره شويه، سنه بني شويه. اجزاء في السن بني قوي بس ده حقيقي، بس اللي معمول ده فينيرز، وفينيرز سمكتها 5/10 ملي بس نتيجتها كده لان في حته صغيره بس غفلناها واحنا بنلزق الفينير دي. اللزق نفسه حتى اللزق بيبقى ليه درجات من الالوان، في بعض الحالات اللي زي كده مثلا بنستخدم لزق اوبيك، لزق معتم تماما زي كده عشان يطفلنا اللون اللي تحت ونبدا على اساسه نلزق الفينير دي من بره مغطيين درجه اللون الغامقه اللي تحتها فناخد لون موحد مثلا. هي نفس الرسمه او عدلنا شويه في العضه لان كان عندنا فروقات هنا في القواطع الاماميه ديت، طولنا السنان سنه ورسمنا الرسمه من اول وجديد وصلنا للنتيجه دي والست بقت مبسوطه جدا. هي عملت فينير بعدها ما كملت شهر او شهرين بتعيد الفينير تاني، بس ليه؟ عشان خطوه صغيره بس اتنست في الاخر خالص واحنا بنلزق العدسات دي. زي ما قلت لحضرتك لو اي حاجه اتعملت مظبوطه من الاول من اول التشخيص التحضير التصوير بتاع الحاجه دي او المقاسات بتاعتها التصميم بتاعها لو اهتمينا كمان حتى باللزق اللي احنا بنلزقه بيها اكيد هنحصل على نتيجه ممتازه جدا مش هنحتاج نغيرها. حاجه مهمه جدا احنا كل اللي اتكلمنا فيه ده دور الدكتور او دور المركز او دور العياده بتاعتنا. طب بعد ما حضرتك بتمشي من عندنا وانت واخد النتيجه المثاليه وعضه مظبوطه وشكل مظبوط والوان مظبوطه وكل حاجه مظبوطه، بيجي الدور بتاع الحاله نفسها اللي هو الاهتمام والمحافظه اللي احنا اتكلمنا عليهم، غسيل اسنان مرتين يوميا على الاقل، استخدام الخيط على الاقل مره واحده في اليوم كل يوم، ومتابعه دوريه مع دكتور السنان. هل لتغيير حاجه او تعديل حاجه؟ اطلاقا، احنا بس بنتاكد ان كل حاجه ماشيه تمام. والكلام ده مش عايزين نطبقه على فينيرز بس او تركيبات بس او زراعه بس، احنا عايزين نطبقه على حد مش عامل حتى ولا حشوه واحده، بس هو الطبيعي بتاعنا الاهتمام ده الوعي اللي احنا وحضرتك طبعا بتقودنا ان احنا دايما نوجه الناس ليه، الاهتمام دايما بالمتابعه مع طبيب الاسنان في فتره ما تزيدش عن 6 شهور، من 3 ل6 شهور لازم يبقى في متابعه مع دكتور السنان. لكن زي ما بقول لحضرتك فكره ان الفينيرز تتعمل وتتغير كل شويه، لا، لو اتعملت مظبوطه من اول التشخيص لحد التسليم ولزقها مستحيل انك تحتاج تغيرها تاني. هل ترى اهتمام الناس باللثه وتقديرهم ليها وصل للمستوى المطلوب ولا للأسف لسه ما بيقدرهاش خالص؟ ما بيقدرهاش، لسه ما حدش بيقدرها خالص. يعني بتيجي احنا المشكله اللي احنا بنواجهها لحد دلوقتي يا دكتور ايمن ان بيجي حد هو مش مهتم خالص باسنانه، جير بتلاقي طبقات جيريه وتكلسيه رهيبه جدا جدا نتيجه تراكم بكتيريا عليها، نتيجه تراكم طبقه البلاك، هي طبقه رخويه كده بتتكون على الاسنان دي بتجمع الكالسيوم اللي موجود في اللعاب بتاعنا، يبدا يكون الطبقه الناشفه اللي بتتكون ما بين اللثه والاسنان، تبدا يحصل انحسار في اللثه لان اللثه لازم تبعد عن الاذى ده اللي هو البكتيريا او البواقي الاكل اللي موجوده دي كلها. تيجي تلاقي الحاله جايه لك عنده التهابات مزمنه في اللثه واللثه يعني لونها احمر داكن مدميه، مجرد بس ما بتعمل بهواء او تلمسه بتلاقي كميه دم فظيعه واسنانه بتتلخلخ وعنده الم.
طب انت المشكلة دي عندك من اللثة، احنا محتاجين بس جلسات تنظيف ومحتاجين نشتغل على اللثة دي شوية والدنيا هتظبط معاك. لا انا بس عندي اسناني هي اللي فيها المشكلة مش اللثة. طب هل الكلام ده مقنع بالنسبة له؟ لا، ممكن يمشي من قدامك ومش مقتنع طبعا ان اللثة هي اللي وصلتنا للكلام ده. بتفاجأ بنفس الشخص 6 شهور سنة بالكتير رجع لك هو هو، بس عنده مجموعة الاسنان دي ومجموعة الاسنان دي وهنا درس وهنا درس وهنا درس، بقوا بيتلخلخوا بقوا عايمين بسبب المشاكل اللي احنا اتكلمنا عليها، بكتيريا وبواقي اكل اتجمعت عند اللثه. ربنا خلقنا لا اراديا، اي حاجه فينا بتبعد عن الاذى بصوره لا اراديه، فطبيعي ان اللثه نفسها هتبعد عن الاذى ده او عن البكتيريا ديت، هيحصل لها انحصار تكش العظم اللي تحت اللثه هيبدا يكش، اصبح الانسجه الداعمه من عظم واربطه بقى فيها التهابات وبقى فيها مشاكل ادت للخلخه السنه ديت. فالتهابات اللثه اللي الناس ما قدرتهاش في الاول دي ادت لفقد جزئي او كلي في السنان. فطبعا لا الناس لسه مش مدركه الموضوع، بس ده دور حضرتك ودورنا ان احنا بنوعي الناس للنقطه دي. امتعتني جدا سواء في الحلقه دي او الحلقه السابقه، انا دايما سعيد بوجودي مع حضرتك. مجموعه حلقتين مهمين جدا جدا، لازم الناس تتفرج على لو اللي فاتهم حلقه الزراعه يرجعوها كويس جدا، واكيد استمتعوا النهارده بالحوار عن التجميل بشكل رائع جدا. ما تحرمش من حضرتك ابدا يا دكتور، والله يا دكتور حضرتك اللي بتطلع احسن ما فينا. لا لا لا، دائما بتمتعني باسلوب راقي جدا، اسلوب منظم للغايه، اسلوب هادئ وعارف اولنا ايه واخرنا ايه، الخطه اللي ماشيين عليها ايه، حتى الخطه العلاجيه باينه جدا في كل كلمه وكل نقله من كلماتنا من جملنا في كل محطات الحوار. وده يمكن اهم كلمه دلوقتي في عالم طب الاسنان، كلمه الخطه العلاجيه وفريق العلاج. فريق العلاج والخطه العلاجيه. ضيفي العزيز الواحد من سوبر ستارز هذا المجال، طبعا ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور كريم مدحت، استشاري تجميل وزراعه الاسنان، الاسم المتميز في عالم الاسنان، كان في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق في الدكتور. ابعد عن ابو العريف وخليكوا دايما مع المحترفين مع الدكتور.